هذا وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز إلى أن المركز يعمل على أبحاث مركزة هدفها الإنسان عامة وليس ذوي الإعاقة فقط. نحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى يتم إنقاذ آلاف الأطفال من الإعاقة بسبب فحص المبكر مثلا. يتم الآن العمل على الأبحاث المركزة التي كما هي شعار المركز علم ينفع الناس. علم ينفع الناس هو شعار المركز. اليوم نحن نعمل على مثلا الضغوط النفسية وضغوط الحياة وتأثيرها على الأمراض. اليوم نعرف أن الضغوط النفسية تسبب أمراض كثيرة من ضمنها أمراض تعيق الإنسان يعني.